يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الراجح في مسألة تقديم الست من شوال على القضاء؟ وبالنسبة للنفساء التي عليها الشهر كاملا، هل لها أن تقدم الست حتى لا تفوت عليها؟ والله إذا نظرنا للحديث من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فهذا ظاهر في أنه الست إنما يصومها من صام رمضان، أما من عليه قضاء فإنه لم يكن صام رمضان فيبدأ بالقضاء أولا. نعم.